أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عادات وتقاليد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثني. موضوعنا في هذه الليلة هو حسن الجيران وعلاقة الجيران وكذلك إكرام الضيف. معنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد والكبار إمام جامع نور اليقين بسوكوجين بي اس التابع للإكسار. أهلا بكم سيد الإمام. أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم وسهلا. بداية فيما يتعلق بعلاقات الجيران في المجتمع الموريتاني في كل الطبقات وخاصة فيما يتعلق يعني المجتمع البيضاني, ماذا نعني بعلاقات الجيران في المجتمع الموريتاني؟ علاقات الجيران علاقات مودة ومحبة وتعاطف وتراحم وتعاون, وهو تكافل اجتماعي جعله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والعلاقة تكون بين المجتمع بين الجيران أن يكون الجار محبا لجاره معظما له معينا له, أن يواسيه في عزائه, أن يأتيه في حال فرحه فيفرح معه بفرحه. فهذه هي عادات المجتمعات الإسلامية, أن يتعاونوا جميعا على المحبة والتعاون والتعاطف. وهكذا أمر الشارع جل جلاله. أنت تلوت الآن هذه الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أوصى أولا بأن لا يشرك به شيئا جل جلاله, ثم بعد ذلك أوصى بالإحسان بالوالدين وهم جيرانك في بيتهم. أنت الولد مجاور لوالده, والزوجة مجاورة لزوجها في مضجعه ومضجعها, وكذلك ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. الجار ذي القربى قيل بأنها الزوجة, وقيل الجار القريب منك الذي بيته قريب من بيتك, وقيل 40 بيتا, وهذا كله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجار الذي يقرب منك أو بينك وبينه ما يقارب 40 بيت, يجب عليك وجوبا أن تحترمه, أن تحبه في الله, أن تتعاون معه على طاعة الله تبارك وتعالى, أن تنصحه لله, أن تواسيه في حال المواساة, أن تفرح معه في حال فرحه. هذا هو الذي أمر الشارع به, وهو الذي أوجب الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار فيقول في باب التحذير من عدم إيذاء الجيران: لا والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه هذا لا يؤمن فوائقه, أي ما عنده من أمور لا تليق مثلا بأن يعامل بها الجار, أن يؤذيه مثلا البوائق, أن يؤذيه في نفسه, أن يؤذيه في ماله, أن يضرب أبناءه, أن إذا طلب منه مساعدة لا يساعده, أن لا يعيره آلة من الآلات التي تستخدم في المنازل, وهي قوله تعالى: يمنعون الماعون, أي الآلات التي تستخدم في المنازل كآلات المياه والطبخ وما إلى ذلك. هذا ينبغي إذا أتى جار إلى جاره ينبغي له أن يعيره هذه المسائل التي, وهذا يسبب المحبة والتعاطف والرحمة بين الناس في طيب المجتمع. أنتم ذكرتم قبل قليل أن الجار 40 دارا, هل هذا يعني أن 40 دارا فقط في جهة واحدة أم في الجهات الأربع؟ في جميع الجهات, جار 40 دارا في جميع الجهات.
هذا هو هذا روي عن 40 في الشرق و40 في الغرب. هذا روي عن كثير من اصحاب من السلف انهم قالوا بان الجار 40 دار، كما حسب علمي والله اعلم انه ربما روي عن علي رضي الله عنه هذه رويت عنه هذه المقوله وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الايصاء بالجار ومن باب تعظيم امره، ولكن الاولى بالمعروف الاقرب ثم الاقرب، الاقرب من الجيران. فجار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه، يقول لأبي ذر رضي الله عنه: إذا صنعت أو إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والأولى بأن تطعم أو تدفع إليه ما يساعده الجار الذي بابه يواجه باب ذلك أو أقرب باب إلى باب ذلك. هذا هو أقرب الجيران في المجاورة في السكن، والذي ينبغي أن يسبق بالمعروف وغيره كذلك. أما هناك بعض العلماء يقال بأن الجار الذي يسمع الأذان، هو الذي يسمع الأذان أذان المسجد، هذا جار لك. إذا قمنا بالمقارنة بين علاقات الجيران في المجتمع الموريتاني قديما وحديثا، عندما نعود إلى الريف والأرياف والقرى والبوادي، سنرى أن الناس يهتمون بالعلاقات الجيران بين بعضهم البعض. هناك علاقة أخوة تعاون، وحتى إن اختلفت العناصر والفئات والطبقات كذلك. ولكن عندما ننظر إلى المدينة نجد هناك اختلافا كبيرا، حتى أن الواحد يغلق بابه أمام جاره عندما يفتح له، يعني أو عندما يزوره جاره وكأنه زاره غريب، وبالتالي ينظر إليه بنظرات حاد إلى آخره. وبالتالي ما الذي يعني ذلك؟ هذا الأمر من سوء الأخلاق التي ربما توجد في المدن، خاصة إذا كانت مدن كبيرة يوجد فيها هذا النوع من الأمور، وهذا مخالف للشرع. فالشارع أمرك بأن تحترم أخاك المسلم على العموم، حتى أن الجار ولو كان غير مسلم يجب أن تحترمه. هناك بعض اليهود أو غير المسلمين دخلوا في الإسلام بسبب حسن معاملة جيران له، فما بالك بالمسلم مع المسلم؟ فالمسلم مع المسلم ينبغي أن يحسن إليه، ينبغي. أنت لا يمكن أن تسع الناس بمالك، الإنسان لا يمكن أن يسع الناس بماله، ولكن بطلاقة الوجه، بحسن الأخلاق، بحسن المعاملة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو شفيع الأمة وهو أرحم الناس وهو أكرم الناس على الله كان أحسن الناس خلقا، وكان يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويلفون، يألفهم جميع الناس من عنصرهم ومن غير عنصرهم بيضا وسودا وعجما، أن تكون مألوفا عند الناس ومحبوبا عند الناس. يسعى في ذلك، والسعي في ذلك إنما هو بأن إذا مررت على أخيك أن تقول له السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الخير ويقول يقول صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، تمر على أخيك فتسلم عليه. فهذا يسبب المحبة والتقارب بين القلوب وبين الأجسام والتقارب من جميع النواحي. ما هي علامات في صلة، عفوا، علامات يعني اللقاء بين الجيران أو ما يسمى بالعلاقات الجيران في المدينة خاصة؟ نحن ذكرنا قبل قليل أننا في البادية الناس كلهم يعرفون بين بعضهم البعض، لكن في مثلا في نواكشوط حاليا ترى واحد لا يعرف حتى جاره القريب الأقرب إليه، وعندما يحدث له مشكلة مثلا ربما وفاة أو شيء من هذا القبيل لا يذهب إليه لكي يقدم له العزاء إلى آخره. هل هذا كذلك من الدين؟ هذا مما حرم الشرع أن لا تزور أخاك في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب ويقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد. هذه بشارة من رب العالمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هناك رجل كان يزور أخا له وهو ليس بينه وبينه أي قرابة إلا أنه أحبه في الله واجتمع معه في الله، زاره في قرية
فأرصد الله تبارك وتعالى على مدرجة تلك القرية ملك، فسأل هذا الشخص إلى أين تذهب؟ قال له أزور أخا لي في هذه القرية. قال له هل لك من نعمة تربها عليه، أي تردها عليه؟ هل أنعم عليك وأحسن إليك فأنت ترد إليه إحسانه؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. فقال له إني رسول الله إليك، أن الله تعالى أحبك كما أحببته، فأنت تزور أخاك في الله بجنبك في هذه الدار وفي تلك الدار وفي المنزل الآخر، تزوره لله تعالى، وهذا يسبب المحبة بينك وبينه. ونحن ولله الحمد في هذا المسجد، وهو أسس منذ 6 سنوات أو 5 سنوات زيادة، الحمد لله لم نترك بيتا في هذا الحي، لم نترك بيتا، جماعة من الأحبة في هذا المسجد لم نترك بيتا في هذا الحي إلا وزرنا أهله وذكرناهم بالله ودعوناهم إلى الخير وذكرناهم بالله تبارك وتعالى، وذكرناهم أننا نحن وهم إخوة في الله، والأخ يجب عليه أن يزور أخاه، أن يشعر بما يشعر به أخاه، أن يواسيه إذا كان عنده ميت فيعزيه، إذا كان له عنده فرح يفرح معه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر أن تكون الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وهذا من حسن الأخلاق، من حسن الأخلاق أن تزور أخاك بالله وأن تسأله عن حاله، هل هو محتاج إلى شيء فتساعده، هل هو إلى ذلك من المسائل. طيب، عندما نعود حاليا إلى الحياة البدوية في الريف، نأخذ مثال مثلا في المجتمع السونينكي وفي المجتمع البولاري، سنجد أن في القرية الواحدة وكأنهم أسرة واحدة، بالتالي لا يمكن أن تفرق بين هذه الأسرة عن تلك. لماذا؟ لأن ولدك وولد ذلك الجار معنا متساويان في جميع الحقوق، وبالتالي هنا عندما يخطئ تضربه وآخر يأتي ويضرب ابنك، وبالتالي لا أحد يقول شيئا. وهنا هل يمكن أن نجد كذلك مثل هذه العادات في المجتمع البيضاني؟ حتى نعم، هذه العادات موجودة في المجتمع البيضاني، وأنا تربيت في زويرات، أنا ولدت في زويرات، ومرت بي سنين في تلك المدينة، وهي مدينة رائعة وفيها ما حدثت عنهم. هناك جيران لنا من غير القبيلة التي نحن منها، وإذا فعل بعض الإخوة أو بعض الشباب الصغار أو الصبيان فعلوا ما لا يليق، يضربهم جارهم ولا يكون شيء، لأن الأسرة أسرة واحدة، الجيران. فأنا الآن أحب أبنائهم، أولئك الجيران أحبهم محبتي لإخوتي، عندي معهم عاطفة كعاطفتي مع إخوتي، لأني تربيت معهم، عشت معهم، عشنا حياة سعيدة ولله الحمد، وحياة صبا. ولكن هذا ولله الحمد موجود في جميع المجتمعات الحمد لله، وخاصة في الأرياف. أما في المدن فتتغير الأحوال، إذا جئت إلى هذه المدن تتغير الأحوال بلا شك. إذن لماذا تتغير الأشياء أو تتغير الظروف والأوضاع في المدن؟ لماذا نكون كغرباء إذا كنا في المدن، كل واحد يغلق بابه على نفسه وعدم الثقة بالجار، لماذا؟ هذا كله الأساس في هذه المسائل، ترك هذه العادات الطيبة الحسنة وترك كثير من الخير، هذا السبب الوحيد فيه ضعف الإيمان في القلوب. ضعف الإيمان في القلوب هو سبب جميع الأمراض الموجودة في حياتنا، جميع الأمراض الموجودة وجميع المشاكل، هذه كلها السبب الوحيد فيها ضعف الإيمان والبعد عن الله. إذا اقتربت من الله تبارك وتعالى واشتغلت بالله وبالأعمال الصالحة، فبلا شك أنك ستبقى على ما كنت عليه من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى العرب، أرسل إلى الناس كافة، ليس إلى العرب خاصة، هو عربي ولكنه أرسل إلى الناس كافة، فجاء إلى أهل مكة، أهل تلك الديار المقدسة، فجاء إلى تلك الديار وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أنهم كانت عندهم الأخلاق، كانت هناك أخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتممها. فكذلك ينبغي للمؤمن وينبغي لنا نحن كموريتانيين أن نحافظ على ما كان عندنا من الأخلاق والتقاليد الحسنة الطيبة التي لا تخالف الشرع، ما كان موجود منها في الأرياف أو في القرى
ما كان موجود عندنا من هذه العادات الطيبة ينبغي أن نحافظ عليها في المدن وأن لا نفرط فيها وأن نعلم أن هذا هو الخير بإذن الله تعالى ونستقيم عليه ونثبت عليه. طيب فيما يتعلق دائما بعلاقات الجيران، ذكرتم قبل قليل أن على الإنسان أن يحترم جاره ولو كان كافرا غير مسلم، هل يمكن من الناحية الدينية هل يمكن أن نزور أو يعني أن نزور جارا لنا إذا كان كافرا، وإذا مات كذلك هل يجب أن نتبعه؟ يمكن زيارته لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما كان يخدمه يهودي، زاره النبي صلى الله عليه وسلم من باب رحمة به ومن باب الدعوة إلى الله تعالى، وهو أرسل للناس كافة. فلما زاره وقال له وهو يحتضر قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنظر الصبي إلى أبيه فقال له أطيع أبي القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ويقول بخي لك يا محمد أنقذ الله بك نفسا من النار. فهذا الفكر ينبغي أن يكون عند كل مسلم، فكر هداية الناس، استجذاب الناس إلى الخير. فنحن ديننا دين رحمة، ليس دين قتل وليس دين إذاء، وليس دين رحمة ودين محبة. فينبغي أن تكون عندنا الرحمة بأنفسنا أولا، أن نرحم أنفسنا وأن نرحم أهلنا والجيران وأن نرحم جميع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عنه ما أرسلناك إلى رحمة العالمين، ونحن نواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوظيفة، في نيابة النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالناس، هذا هو الذي ينبغي. أما اتباع جنازة اليهودي أو الكافر فليست من الشرع، ليس من الشرع أن تتبع جنازة يهودي أو كافر، ولكن من الشرع أن تزوره إذا كان جارك، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوك في وليمة أو في حفل أو ما شابه ذلك أيضا، إن كانت لك روابط معهم، مثلا أنت تعمل معهم أعمال، بينك معهم معاملات دنيوية، فإذا كانت الدعوة وهذا الاجتماع ليس فيه اختلاط وليس فيه شرب خمر أو محرمات فلا بأس من حضوره من باب العمل، أما غير ذلك فلا يجوز شرعا لأنه من باب التقرب. من كذلك من العادات مثلا كمدينة نواكشوط هنا ربما نجد جيران غير مسلمين مباشرة، ربما نسكن حتى في نفس الدار في بعض الأحيان، إذا كانوا مثلا في الصباح الباكر يعني يقومون للذهاب إلى يعني أعمالهم ويسلمون عليك، كيف تردهم من الناحية الاجتماعية ومن الناحية كذلك الدينية؟ كيف التحية الإسلامية؟ اليهودي إذا سلم على المسلم قال له السلام عليك، يقول عليك السلام، هذا هو الذي ورد، وعليك السلام أو نقول عليك فقط أو عليك السلام وعليك السلام، السلام أي الموت، وعليك وعليك هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك، لأنه هو ليس مخاطبا أصلا بهذا السلام، ولأنه ليس مؤمنا ومسلما حتى يرد عليه، لأن السلام الأمان، أنت إذا قلت لأحد السلام عليكم فتقول له الأمان عليكم، فهو يقول له عليكم السلام وعليكم الأمان، أنت رددت عليه بوعليك فقط وهذا يكفي. طيب هنا في المدينة كما ذكرتم قبل قليل، ما هي الروابط التي يمكن أن نتمسك به، أو ما هي العلامات، ما هي كذلك الدلائل والشروط التي يمكن أن نتمسك بها حتى نقوم بالصلة بين الجيران بصورة جيدة؟ هذا أمر ينبغي أن يتعاون عليه أهل المساجد، وأن يكون منطلقه من المسجد، لأنك أنت إذا جئت إلى بيت الله تعالى فستجد جميع الناس، خاصة في أي مسجد جئت، في موريتانيا أي مسجد دخلته تجد فيه البيض والسود، عجم وعرب، سنيكة وولف وفولار، وتجد كذلك البيضان، وهذا مجتمع واحد. وكما قال عنه محمد سالم العدود عليه رحمة الله بأن هذا المجتمع لا غنى لأحد منه عن الآخر، فكبياض العين وسوادها لا غنى لبياض العين عن سواد العين، ولا غنى لسواد العين عن بياضها، هذا مجتمع واحد وينبغي أن يتكاتف وأن يكون أمة واحدة لأنه مجتمع إسلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمر بأن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا،
فهذا المحافظة عليه تبدأ من المسجد، تتعرف على الإخوة الذين معك في المسجد فتزورهم في بيوتهم، فلا بد من الجرأة. هناك من الناس من يقول لك لماذا أزوره ولماذا أطرق بابه، ربما لا يكون الحب، ربما يكون ليس محبا لأن يزوره أحد أو كذا وكذا وكذا، هذا من الشيطان. ينبغي المؤمن أن يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يطرق على أن يطرق باب أخيه ويسلم عليه ويقول له أنا إنما جئت لزيارتك، فأنا جارك وأخوك في الله، وينبغي للأخ أن يزور أخاه وأن يتذاكر معه في الله وأن يتعاون معه على طاعة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي ينبغي أن يحافظ عليه في المدن الكبرى كما يحافظ كما هو محافظ عليه في الأرياف أو في القرى. سيد الإمام أهلا بك من جديد. بداية قبل الفاصل كنا نتكلم عن علاقات الجيران فيما يتعلق بالأرياف والمدن، وكذلك علاقات يعني المجتمع الموريتاني المختلفة، يعني العناصر المختلفة بما فيها الفلان والسونينكي والبيضان والولف وإلى آخره. إذن في بعض الأحيان كما قلت أن هناك جيران لا يعرفون بعضهم البعض، ما السبب؟ ما الذي يجعل ذلك؟ هل هذا يؤدي إلى عدم معرفة أحدهم للغة الآخر؟ يعني أم أننا يجب كذلك أن نهتم إلى الجانب اللغوي كذلك؟ نعم، لا شك أن الجانب اللغوي أمر مهم، فمهم للسونيكا وللبيضان وللولف والبولار أن يتعرف كل منهم على لغة، أن يكون كل منهم عارفا بلغة الآخر، وهذا مما يقرب بين المجتمعات، بل من المهم لهذه المجتمعات أن يتزاوج بعضها مع البعض، أن يتصاهر بعضها مع البعض، وهذا الحمد ولله الحمد صار موجود الآن في هذا المجتمع، فهذا مما يقوي العلاقة بين هذا المجتمع ومما يزيد في تماسكه وقوته واجتماعه، فهو مجتمع إسلامي والحمد لله، وينبغي أن يحافظ على هذه المسائل. ولذلك نحن هنا في هذه المنطقة ولله الحمد في سوكوشيم عندنا جيران من السونيكا ومن الولف وبولار، ولله الحمد مع تربطنا وهم تربطنا معهم علاقات طيبة ولله الحمد، محبة متبادلة، نحبهم في الله تعالى وهم ولله الحمد كذلك، ونحب الخير لهم ويحبون الخير لنا، وهكذا ينبغي. ينبغي للمؤمن أن يحب الخير لنفسه وأن يحبه لأهله ولجيرانه ولجميع المسلمين، كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء كان عجميا أو عربيا أبيض أو أسود، المهم أننا تجمعنا جامعة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجامعة هي أكبر جامعة، هي أكبر جامعة إسلامية، هي أكبر جامعة للأمة الإسلامية، جامعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أن تعلم هذه اللغات مما يكسر الحواجز، الحواجز الموجودة بين المجتمعات الآن. فأنت الإنسان الأخي الإنسان إذا جلس مع أخيه وهو لا يعرف لغته فربما يتحرج منه، أما إذا جئت إلى أحد من الإخوة السنيكة فقلت له السلام عليكم أمغو أنخبارة ألمغو، فيستبشر بهذا لأنه يستبشر بذلك لأنك توليه اهتماما وتعرف لغته وتعرف شيئا منها فيحب هذا. وكذلك نفس الشيء بولار تقول لهم بدا سيدين بدا لقد، فكأن هذا فتح للقلوب، وأنا لاحظت ذلك، وهذا مما ينبغي لكل موريتاني أن يهتم به. يجب أن نتعلم هذه اللغات، لغات الوطنية الموجودة، فنحن كلنا مواطنون في هذا البلد، هذا بلدنا ويجمعنا وتجمعنا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمعنا مصالح وعلاقات مجتمع، وهو ونحن مجتمع إسلامي، فينبغي أن يكون بيننا هذا التعاطف، هذا التضامن والتكافل الاجتماعي، هذا التعارف، هذا التقارب، هذا مما يبعد عن الشيطان. فالشيطان أيس أن يعبد غير الله تبارك وتعالى في الجزيرة العربية، ولكن قال سأحرش بين الناس أنه سيحرش بين الناس، يزرع الفتن والأحقاد والأمور التي تسبب تفكك المجتمعات،
تفكك الأسر وتفكك المجتمعات، وهذا مما حذر منه الشرع ومما أمر الله تبارك وتعالى به، فقال ومما نهى الله تبارك وتعالى عنه وأمرنا بالاعتصام بحبل، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا مما يسبب الاعتصام بحبل الله تعالى، أن تتعرف على لغة أخيك فتوصل له هذا الخير، أن تكون عندك علم وعندك. أنا في بداية الأمر أنا الآن متعلم فقط لهذه اللغات، ولكني أحب أن أقوى فيها بإذن الله تعالى وأن أتقدم فيها، فأشرح النصوص المحضرية التي أدرس وغير ذلك لإخوتي من السنيكية والغرف. ولكن شاهد عيان على شاهد على ذلك، لأن سكان الحي بعضهم يشهدون لك بذلك أنك تحاول أن تتكلم باللغة البولارية والسنيكية والغرفية حتى قدر الإمكان إلى آخره. طيب، إذا فيما يتعلق بالاختلاط بين هذه العناصر المختلفة، لا يزال هناك دائما نوع من التخلف يعني بين الاختلاط وحتى التزاوج بين هذه القبائل المختلفة، ليس هناك نوع من العقليات المختلفة المتخلفة عفوا ينظرون إلى هذه النظرة أنها نظرة ربما دونية أو يعني ما شابه. هذه مسائل، وكما ذكرت أنها متخلفة وهي متخلفة، فلا ينبغي لأمة واحدة مسلمة أن يميز أحد منها الآخر أو أن يقول هذا من الفلانيين ولا ينبغي أن يتزوج من الفلانيين، أو هذا مما يفرق، هذا لا يجمع، هذا نوع من العادات وهذا نوع من الأمور، هذا لا يجمع الأمة، هذا يفرقها. والأمة الإسلامية ينبغي للمؤمن الآن وللمسلم أن يسعى في حالة تجتمع بها الأمة الإسلامية، تجتمع بها الأمة الإسلامية الأفراد والمجتمعات، وهذا ومما يساعد على ذلك هذا الذي قلنا، أن يتزوج البيضاني السنيكية أو الغلفية أو غير ذلك، وأن والعكس، فهذا مما بإذن الله تعالى يسبب الوحدة الاجتماعية الوحدة الوطنية بين هذه المجتمعات، وتكون الروابط قوية إن شاء الله تعالى، ويحفظ الله تبارك وتعالى هذا البلد وأهله من طيب. أيضا كما ورد في الحديث حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. سيورثه عفوا. إذا كيف تفسرون هذا الحديث للمجتمع الموريتاني حتى يعني يكون على إلمام بقيمة الجيران؟ فما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا الحديث حديث عظيم، بل إنه من قواعد الإسلام، لأن هذه الوصية وصية من رب العالمين مباشرة، فلو لم يكن للجار هذا الحق الكبير وهذا الحق العظيم لما أوصى به الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، أو من بإرسال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصيه بالجار. هذه الوصية وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، إنما هي وصية لنا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمتي أنا أوصيكم بجيرانكم استوصوا بهم خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث من باب احترام الجار لجاره يقول لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشات، فالجارة إذا أرسلت إلى جارتها فرس نشات فربما يقع في قلب هذه الجارة أن هذا احتقار لها، فيكمن ذلك حقد أو عدم احترام لأختها، وهذا مما حرمه الشارع ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يمنع النجار جاره أن يغرس خشبة في حائطه، هذا الحائط لا تمنع جارك أن يغرس خشبة في حائطه، هذا مما لا ينبغي. هناك هذه المسائل نهى عنها الشرع وحذر منها، بل أمر بالجار فقال لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن الذي لا يؤمن شرفا. وكذلك يصيب حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا يصمت. إكرام الجار من الإيمان، إكرامك لجارك من الإيمان بالله تعالى، محبتك لجارك، إحسانك إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث
صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس والنيام، تدخلوا الجنة بالسلام. إذا كان بجنبك جار ضعيف وأنت أنعم الله عليك بالأموال، فيا أخي هذا الجار ضعيف مؤمن، ينبغي أن تنظر إلى حاله وأن تحمد الله تبارك وتعالى على النعمة التي أنعم عليك. هذه النعمة العظيمة أنفق منها على أخيك هذا في الله، فإنفاقك على هذا الجار سيزرع محبة في قلبه، وهذا من وشريعة مقاصد الشريعة. فمقصد فمن أكبر مقاصد الشريعة اجتماع الأمة، اجتماع الناس، الوحدة. ولذلك هذه الأمور كلها لماذا تفعل ولماذا يؤمر بها؟ سعيا في أن تكون الألفة والمحبة بين سائر المسلمين، أن تحصل الألفة والمحبة بين سائر الناس. فتهادوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، هدية بسيطة تهدي، تقدم هدية إلى أخيك وإلى جارك، كارورة من العطر بسيطة ب200 و300 تقدمها إليه، أو شيء بسيط يسير تقدمه إليه، أي شيء. فهذه الهدية سيهدي، وكذلك هو يقدم لك هدية بسيطة، فتحصل المحبة بين الناس. والمحبة بين الناس غاية عظيمة، لأنك إذا أحببت الشخص لا يمكن أن تفعله شيء، لا يمكن أن تفعله إلا الخير، لا يمكن أبدا أن تؤذيه. المحب مطيع لمن يحبه، ويسهر على راحته ويسهر على أمره. وأنا أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلني ويجعلك وجميع المسلمين من المحبين لجميع المسلمين. ودائما أركب في السيارات تاكسي أو الأجرة هذه، أو في أكون في مجالس مع بعض الشباب والإخوة أو بعض الناس، فأعلن أمامهم، أقول لهم أنا أشهدكم وأشهد الله تبارك وتعالى أني أحب جميع المسلمين، أحب أسودهم وأبيضهم، سونيكا وبلا، إخوتي والبيض السود، البيضان السود والبيضان البيض وغير ذلك، وحتى جميع المسلمين الموجودين في العالم أحب لهم الخير، حتى غير المسلمين أحب لهم الخير. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يدخلوا في الإسلام فتتغير أحوالهم وينتفعوا بهذا الخير. طيب، فيما يتعلق بجار عندك، جار مثلا كافر غير مسلم، هل عليك أن هل عليك أن تحاول أن تدخله في الإسلام أم ماذا تفعل في بعض؟ نعم نعم، هذا حقه عليك، هذا حقه عليك، بل حقه، بل جميع الكفار أهل الإلحاد والكفر حق واجب علينا وحق علينا أن ندعوهم إلى هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كافة للناس، وخيره الله تبارك وتعالى بين أن يبقى في الدنيا إلى آخر أحد من هذه الأمة فتنتهي رسالته، أو أن يذهب يأخذه الله تبارك وتعالى إليه، ينتقل إلى الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى وأخذ هذه الرسالة وهذه الأمانة، وأخذها من عنقه في حجة الوداع ووضعها في أعناقنا. وما هي هذه الرسالة؟ تبليغ دين الله تعالى، نشر الخير، دلالة الناس على الخير، الدال على الخير كفاعله. يقول لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك حتى تأتيهم فإنهم قوم أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنما طاعوا لذلك. أعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيقول له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر على هداية الناس، يأمر أصحابه بأن يسعوا في هداية الناس، في دلالة الناس على الخير، ترغيب الناس في الخير، نشر الخير. هكذا ينبغي أن يكون كل متبع عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن للنبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شكرا الإمام محمد الأكبر، إمام جامع النور اليقين بسوكو جين بي إس. إذن سننتقل إلى الجزء الثاني من البرنامج، اللي هو علاقات ما يسمى بإكرام الضيف. كيف ينظر المجتمع الموريتاني إلى الضيف؟ ما علاقة المجتمع الموريتاني بالضيف قديما وحديثا؟ هذا المجتمع الموريتاني معروف بالكرم، فإذا ذهبت إلى بلاد
غير هذه البلاد، و وجدت أحد من الشخص من زار هذا البلد يحدثك عن هذا البلد وعن كرم أهله وعن كرم ضيافتهم، فيتسابقون إلى هذا الخير ويبادرون ويسارعون إلى إكرام الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به. وكذلك أبونا إبراهيم بيّن الله تبارك وتعالى عنه أنه أسرع في إكرام ضيوفه وهم الملائكة، فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال لا تأكلون، فأجلس من خبيثا قالوا لا تخاف بشر بغلامه. فأبونا إبراهيم، هذه سنة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكرم الضيف. فجاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يضيف هذا الليلة؟ فالناس في ذلك الزمن، النبي صلى الله عليه وسلم ربما يمر عليه ثلاثة أشهر أو شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين، وما وقيد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما يعيشكما يا خالة؟ قالت الأسودان وهي عائشة رضي الله عنها التمر والماء. فقام رجل من الأنصار فقال أنا أضيفه، فذهب به إلى بيته فلم يكن موجود من الطعام في البيت إلا طعام للصبية، فأمر الرجل زوجته أن تعلل الصبيان حتى يناموا وتقدم الطعام إلى الضيف، وجعلوا أنهم يأكلون معه ليروه أنهم يأكلون معه حتى شبع وبات. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب الله تبارك وتعالى من صنيع هؤلاء الذين قدموا الضيف على أبنائهم. فأهل هذا البلد إذا جاء ضيف يقدم في الطعام ويقدم في المأكل والمشرب، وكما قال بعض الأدباء هم الحصن عن الموريتانيين عموما، هم الحصن من يحلو بساحتهم يرى أمانا وبذلا ما له من مقام، هم الحصن من يحلو بساحتهم يرى أمانا وبذلا ما له من مقام، هم مرجو العاني الطريد وأمنه وقد وطئوا فوق السهاد المناسم. وقال أبو فراس الحمداني أبيات قالها في نومه، أبيات عجيبة، قال إنا إذا ضاق الزمان وهم خطب وادلهم ألفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم، للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وذاك ذأبنا يودى دم ويراق دم. فهذه من عادات العرب ومن العادات الموجودة عند جميع المسلمين، كل مسلم يأخذ هذه العادات ويأخذ هذه السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس، وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، وأوصى بهذا الضيف، أوصى بالضيف صلى الله عليه وسلم، أوصى بإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرامه لضيفه، والضيف له ثلاثة أيام، ما بعد ذلك يعتبر صدق. طيب لو عدنا إلى المجتمع الموريتاني، إكرام الضيف في المجتمع الموريتاني قديما كيف كانوا يقومون بإكرام الضيف؟ يعني الأيام من كما ذكرتم ثلاث أيام، اليوم الأول والثاني والثالث، كيف كانوا يعيشون مع الضيف؟ أتحدث عن المجتمع الموريتاني الآن وعن ضيافته للناس. في المجتمع الموريتاني إذا أتى ضيف إلى البيت فهو من أهل البيت، يضيف ويكرم بإذن الله تعالى بأنواع ما يمكن أن يكرم به مما هو موجود ومتيسر، بل إن منهم حدثني بعض الأخوة عن سيدة تبيع أو تأخذ تدين للناس بأموال كثيرة، وهذه الأموال كلها إنما أخذتها لإكرام الضيوف. تأتي إلى هذا فتقول له أنا أريد مالا إلى فترة كذا وكذا فسأدفع ثمنه، والله تبارك وتعالى يقضي عن ذلك الدين. فتسعى إن جاءها ضيف وليس عندها مال فتذهب وتبحث وتذهب يمينا وشمالا تبحث عن حالة تكرم بها هذا الضيف، لا يمكن أبدا أن يبقى هذا الضيف غير مكرم، لأن هذه عادات ولله الحمد أخذناها وأخذها المجتمع الموريتاني جيلا عن جيل، أخذها الصغار عن الكبار، أخذها المجتمع هذا المجتمع وعما المجتمع الذي قبله وعن آبائه، أولئك آبائي فجئني بمثلهم.
كانوا جزاهم الله خيرا وتقبل الله منا ومنهم. نسأل الله تعالى أن يرحم الموتى وأن يحفظ الأحياء وأن يطيل أعمارهم في طاعته. فكانوا يبادرون ويسارعون إلى هذه الخيرات، يعلمون أن هذا من الخير ومما رغب فيه الشارع ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبادرون إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تبادرون امتثالا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لهذه العادات التي كانت موجودة عندهم. حتى ربما أن البعض يفضلون الضيف على أنفسهم وعلى أبنائهم في بعض الأحيان في المسكن والمأكل والمشرب. والله يقدمون الضيف في كل شيء، بل إنك إذا تأتي إلى بعض البيوت هنا في موريتانيا في المرشط وفي كل مكان من المرشط فتجد الضيوف يأتون ويمضون أشهر في المنزل، وأقاربهم يتركون أحيانا إذا احتاجوا إلى منزل آخر يستأجرونه أو يذهبون عنهم بعض الأوقات إلى منزل آخر، ولكن كل ما هم محتاجون إليه يجهز لهم يقدمون لهم ذلك. إن كان فيهم مريض يسعون في معالجته ينفقون عليه الأموال، وإن كان غير ذلك فيكرمونهم بقدر استطاعتهم وربما يتكلفون فوق استطاعتهم. لكن هذا يتعلق الأمر بالضيف القريب، يعني إذا كان هناك قرابة القريب. بين 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 الضيف وبين نعم. لكن إذا لم يكن هناك قرابة هل إذا لم تكن هناك قرابة فالاهتمام موجود ولله الحمد، وذلك تلاحظه في طلبة العلم الوافدين إلى هذا البلد من الدول الإفريقية، ففي المحاضر وفي كل الأماكن تجد الأطعمة والألبسة موفرة لهؤلاء الطلاب، وهذا من إكرام الضيف، بل هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في هذا المسجد والحمد لله ولله الحمد أحيانا يأتي بعض الطلاب من الأفارقة من إفريقيا فنستقبلهم في هذا المسجد ويكون أنا وهم كشخص واحد، لباسي لباسهم، مطعمي مطعمهم، ومشربي مشربهم، وهكذا حال كل مسجد. هذا المسجد الذي بجنبنا هنا مسجد هذا المسجد الذي بجنبنا كذلك في نفس الشيء في بغداد، والمساجد في الإقصر وفي تبرغزين وفي سيسيان وفي كل مكان يوفر لهم ذلك، يوفر لهم ما هم محتاجون. وإن قام أحد منهم في المسجد فقال أنا طالب علم ومحتاج أريد مساعدة، فينكب عليه الناس مساعدة وإكراما له لأنه من طلاب علم لأنه ضيف وعابر سبيل وغريب، فهم؟ فهذا ولله الحمد موجود في هذا المجتمع، ولله الحمد العادات ما زال موجود كثير منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ما كان عندنا من الخير، وأن يرفقنا الاستقامة على الخير، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ومما لا يليق، ومن ترك ما كان عليه آباؤنا من الخير فذلك لا ينبغي. فينبغي للمؤمن وينبغي للعاقل أن يحافظ على ما اعتاده من الخير وعلى ما كان عليه آباؤه من الخير، هكذا ينبغي. فالرجل ينبغي أن يشابه أباه. طيب يشابه أباه وما ظلم. مع اقتراب الوقت وقت البرنامج، إذن ماذا تنصح المجتمع الموريتاني بصفة عامة، يعني فيما يتعلق أولا بحقوق الجار بين بعضهم البعض مع اختلاف العناصر، وكذلك فيما يتعلق بإكرام الضيف؟ أنصح نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، ثم بعد ذلك أنصح بها كل مؤمن، وأنصح المجتمع الموريتاني بالتعاطف والتكافل والتكاتف، وأن يحذروا من هذه الموجات الموجودة الآن في موجات الإلحاد وموجات سب النبي صلى الله عليه وسلم من الإلحاد وغير ذلك من هذه الأمور، لا ينبغي، بل إنها ربما تشوه صورة هذا المجتمع في العالم الخارجي، فهذا لم يتركنا آباؤنا عليه ولا ينبغي أن نقدم عليه ولا ينبغي لأحد عاقل أن يقدم عليه. وأنصح الجار بجاره كما أوصيه به كما أوصاه به رب العالمين، فالله تعالى يقول الآية التي قرأت آنفا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت، هذه وصية رب العالمين. فحافظ يا أخي على وصية رب العالمين، هذه وصية الملك الديان جل جلاله، هذه الوصية وصية عظيمة، لو لم تكن لهم قيمة ومكانة ولو لم يكن متوقع
أنه ستصدر إذاية من الجار للجار لما أوصي به، فلا شك أن الجار ربما يخطئ فيؤذي جاره فيؤذيه بالدخان أو يؤذيه برمي الأوساخ أمامه أو برفع الأصوات عليه أو بغير ذلك من المسائل التي لا تليق، فيضايقه مضايقات، ولكن ينبغي للجار أن يصبر على أخيه الجار، فهذا جارك يصبر عليه يا أخي بالله، واسأل الله تعالى إذا آذاك فارفع يديك إلى الله تعالى واسأل الله تعالى أن يهديه وأن يغير عنه هذه الحالة واعطف عليه وارحمه، وأوصي الذي يفعل هذا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر الله تعالى وأن يحذر، فهذه وصية رب العالمين، هذه أوامر رب العالمين. وهكذا مثل هذه الحقوق نحن في أغلب الأحيان خاصة في المدينة هنا في مدينة نواكشوط لا نهتم يعني حقوق الجيران، واحد يأتي يفتح آلة موسيقية في الدار مع أنكم تسكنون في نفس الدار، يفتح آلة موسيقية جهاز الموسيقى بالتالي هنا يعني الصوت مكبر الصوت وبالتالي هنا يزعج جاره، والآخر كذلك لا يستطيع أن يأتي ليقول للآخر، عندما يقول يحدث هناك مشكلة، يقول أنا في داري وأنت في دارك وبالتالي هنا كل واحد يبقى في داري، يعني كيف تقنعون خاصة في الشباب، خاصة في يعني فئة الشباب، كيف تقنعون الشباب على تخلي من هذه العادة السيئة؟ أحدثهم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوصل الأمة ويقول وأن يأتي إلى الناس، نهاية الحديث بعض حديث أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، معناها بالحسانية يعدل الناس الذي يعدل، يعرف كل حد هو في نفسه أنه إذا تكى ورقد وجرقاش وزعجه دار موسيقى في صوت مرتفع وزعجه وسبب له أمراض وأحوال، فلا شك أنه سيتأذى، ضع نفسك مكان هذا الأخ، ضع نفسك في مكانه، إن كنت في حالة، إن كنت مريض أو في حالة لا تسمح لا تحب أن تسمع أصواتا مزعجة، ضع مكانك نفسه، فقيس نفسك على نفسه، فأنت تتأذى بذلك، فهو كذلك يتأذى، فهو شخص بشر، بشر مثله، فلا تؤذي أخاك، على الله تبارك وتعالى، ربما إن آذيته يبتليك الله تبارك وتعالى بأمر ربما لا تحمد عقباه، فهذه هي نصيحتي. أو رمي الأوساخ والمياه، كذلك رمي الأوساخ، هناك مسائل في هذا المجتمع أحذر منها وأنبه عليها، أن هذه الشوارع، هذه الشوارع التي تقوم الدولة بترميمها، وأنا دائما أمر على الشوارع وأرى بعض الإخوة وبعض الأخوات يأخذ المياه ويرميها على الشارع الدرون هذا، فهذا مما يفسده، وهذا لا يجوز شرعا لأنه إفساد المال، وهذا مال عام نحن مشتركون فيه جميعا، فلا ينبغي يا أخي بالله أن ترمي عليه المياه لأنها تفسده، لا ينبغي أن ترمي عليه الأوساخ الأمور التي لا تليق لأنها ربما تضر أخاك، تضر سيارته، تضر وربما يمر برصيف تأتي سيارة وترمي عليه الأوساخ، ترمي سيارة مسرعة وترمي عليه الأوساخ، نعم هذا لا يجوز شرعا ولا ينبغي، وينبغي لنا أن نتقدم عنه، هذا من المسائل المتخلفة، العادات المتخلفة، هذه العادات التي ينبغي أن نتركها، أما العادات التي كان الأمور التي كان عليها الآباء والأجداد مما فيه خير وما هو موافق لكتاب الله وسنة رسوله يجب أن نتمسك به وأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وأن نعلم أن النجاة والسعادة والخير كل الخير في اتباع أوامر الله تعالى في الامتثال بكتاب في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه وصيتي لنفسي ولك ولجميع الناس. إذن كلمة أخيرة في دقيقتين فيما يتعلق كذلك بإكرام الضيف وحقوق كذلك إن كان هناك حقوق للضيف ونصيحة أخيرة. نعم هذا الضيف إذا أتاك ضيف فينبغي أن تبش في وجهه، أنت إذا قدمت إكراما لأحد وأنت لست متبششا ولست وهو يرى في وجهك أنك لست طبيعيا أو لست فرحا أو لست مستأنسا به، فهذا مما يسد شهيته عما تضع ما تقدم له الإكرام سواء كان طعاما أو غير ذلك، فإذا قدمت إلى أخيك إكرام هدية أو شيء فقدمه له بفرح وسرور بمحبة باسعى في حالة تستجذب بها أخاك،
يسعى في حالة تفرحه، تدخله سرورا، تدخل عليه سرورا، فهذا شيء عظيم أن تدخل السرورا على مسلم. لعل الله تبارك وتعالى يدخلك الجنة بهذا السبب، أنك أدخلت السرورا على أخيك المسلم. فلا تقدم له هدية ولا تقدم له إكرام وأنت لست راض أو لست، فذلك لا ينبغي، وذلك من عادات من أعمال المنافقين، لا ينفقون إلا وهم كارهون. فأنفق وأنت متيقن أن الله تبارك وتعالى سيعوضك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا الإكرام نفقة، إكرام نفقة، أنوي بها الأجر والنية، وأنوي بها أن يرفع الله تبارك وتعالى عنك البلاء وعن أهلك وعن أسرتك وعن جميع الناس. فإذا نويت ذلك فالله تبارك وتعالى يأجرك على نيتك، والنية هي شرط لسائر العمل، وهي التي تفسدها وتصلحها. فانوي الخير وابذل الخير واسعى في الخير، تنال رضا الله تبارك وتعالى وتنال مناك وغايتك. هذا هكذا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي عادات وتقاليد. كان معنا الإمام محمد الأكبر إمام جامع نور اليقين بسوكو جيم بي اس التابع لليكسر، وكان موضوع الحلقة علاقات الجيران وكذلك إكرام الضيف في المجتمع الموريتاني. ولا يسعني إلا أن أشكركم مشاهدينا الكرام، وأشكر كذلك ضيوف البرنامج وأشكر كذلك فريق البرنامج أبو بكر كانتي وميمونة منتيحضي، وها هو الشيخ سيد محمد دقنا يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.